الأعمار مالتهم يوميا اليوم وغدا وبعد سنة وبعد سنتين وبعد ثلاثة. العالم كله مشردين، العالم خطي، إيجاراتهم بذاك الجانب وبهان الجانب، وبيوتهم كلتها هوني وكلتها ناس فقراء، وناس كلتها تعرف إيش قدات كم متر عندهم؟ كلها 50 و50 و60 متر و70 متر ومية متر، وكلتهم مشردين، كلهم مشردين، وكلهم ناس بقرة كانوا عايشين على فطرتهم، وكانوا عايشين على السمك، صيد السمك. حتى صيد السمك ما يخلون أحد ينزل على صيد السمك. خدمات بيها؟ كل خدمات ما بيها، لا خدمات، لا تعويض، لا أبد، لا أصلا، لا هم يحزنون. ليش هذا الإهمال؟ والله هاي إهمال من الحكومة ومن المحلية، من المحلية ومن الحكومة. هاي لهم غاية بيها، لهم غاية بيها، أنه يخلون هالشكل الميدان. تاجة بناء، تاجة عالم هاي تهجولة تسكرت بالمخيمات بالفقرة، كل شيء ما عدم والله، والله منتهي. خير ما بيهم هالساعة ماكو يريدوا لقمة الخبز، وانت تعب حق المعرفة. هاي المنطقة كان كل عايشين عليها مثل ما قال الأخ، على السماك وعلى أسوأ سبوحهم. يلا كم إيجاراتهم بذاك الجانب؟ 400 و500 ملم، اللي ما عنده ملم هيجيب، تمام ولا لا؟ وهاي البيوت هاي لا حد يعمرها، لا حد يجي يمها، لا حد أساك وشبه ذا جوا، ما حد عايشي لهم، غيحة تقتل وتجي جوا وشاشك وغيحة. يعني هاي الأربع سنوات من حضرنا لحد كان كل شيء ما منطقة، كل شيء ما عمله الله وكيله محمد كريم. ما يجوكم مسؤولين؟ حتى يجي ماكو، يجون جانب ما يجون عراقيين. لاحظ اغلب البيوت واقعه، يعني هاي ايش وضعيه اصحابها؟ ويصبهم والله اصحابها ما يرجعون هنا والله، لان كل بيت راح لهم شهداء، اثنين وثلاثه واربعه ما يرجعون. عندهم امكانيه يعوضوا يعني يبنون بيوتهم يرممون ثلاث بيوت؟ والله بالنسبه للامكانيه ما عندهم، لو عندهم كان بنوا البيوت ورجعوا هنا. ايش تحتاج المنطقه حتى ترجع؟ تعمير، خدمات، ماي تحتاج، كهرباء، كل شيء تحتاج. والله تحتاج لتعمير، منتزهات للاطفال، هاي كل العالم كله ضوجوني، وين يطلعون وين يروحون؟ الاعمار يحتاج، الاعمار ايش اكيد يحتاج، بيوتهم كلها واقعه، وين يروحون وين يجون؟ اللي من يشتكون والله امراض، وين الامراض كلها تختل.